السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة 17 يناير 2019، مرور 35 سنة على تأسيس الإغاثة الإسلامية، ونحن الآن في شارع اسمه شارع موزلي في 517 في برمنغهام. وهنا بدأنا منذ 35 سنة في هذا المكان اللي هو مكان للجالية. كنا نأتي هنا هو في هذا المكان لنبدأ العمل بعد ما تبلورت الفكرة في عام 1984. تقابلت أنا وزميلي الدكتور إحسان، وبعد ما رجعت من السودان بأسبوعين تقريبا أو بأسبوع، وكان معانا مبلغ 1500 جنيه جمعناه من مصر من بعض الأقارب، وحبيت ان انا اشرك بعض الشباب في هذا الموضوع لمساعدة افريقيا في المجاعة اللي فيها في 83. لكن كل انشغل، والوحيد اللي جه معايا هو كان الدكتور احسان. ودخلنا هنا المكان اللي هو احنا فيه الان حاليا، وما كانش عندنا اي امكانيات ولا اي شيء نبدأ فيه. وفي هذا المكان كان اول مقر لينا، ما كانش فيه غرفة، ما كانش فيه مكتب، ما كانش فيه أي شيء، إلا إنه كان اشترينا صندوق للتبرعات ووضعناه في هذا المكان هنا. والصندوق ده كان بيكلفنا 16 جنيه، ووضعنا صندوق تاني للتبرعات في هذا المكان هنا، ها؟ ووضعنا صندوق ثالث للتبرعات داخل المسجد هناك في آخر القاعة اللي انتوا شايفينها هناك. كان كل ده في عام 1984، وكنا بنيجي كل يوم سبت نفتح الصندوق أنا وإحسان هنا هو، وبعد كده هو نقعد نعد الأوراق والشيكات والجوابات اللي كانت جات لنا. أكبر تبرع جالنا في سنة 84 كان في شهر أغسطس، وإحنا قاعدين هنا هو في وسط القاعة دي، وكان 1000 جنيه. قعدنا في وسط القاعة ومسكنا الشيك أبو 1000 جنيه ده، وعملنا فيه احتفال كبير 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 كبير. نرجع تاني بعد عام 1984، حبينا اننا نكبر العمل بتاعنا، فكان في هنا مكتب موجود فيه بعض المدارس بتاعت الجالية، واتفقنا معاهم اننا ناخد منهم مكان نقعد فيه. فكان المكان ده فكان المكان هنا هو في المكتب اللي احنا قاعدين فيه هنا، وكان مجرد اللي هو انسر ماشين للتليفون، انها كل ما نيجي نشوف الرسائل اللي احنا بناخدها، ودونا بورتا كابن زي المكان ده كده نحط فيه الملفات بتاعنا. ده كان في سنة ايه؟ اخر 84 تقريبا، اول 85. بعد كده ربنا فتح علينا، ها، وخدنا الغرفة دي. كانت الغرفة دي هي أول مقر للإغاثة الإسلامية، وده حجمها الطبيعي. شايفين الغرفة دي حجمها الطبيعي قد إيه؟ كان هنا في مكتب موجود في المنطقة دي هنا هو، زي ما أنا واقف كنا بنقعد عليه. وفي سنة 86 جالنا كمبيوتر 286، الكمبيوتر ده كنا بنقف جنب نصور علشان نقول للناس إحنا عندنا كمبيوتر. كان الكلام ده في سنة 86. كانت الغرفة دي اللي هي فيها كل التبرعات وكل الزوار وكل حاجة بتتعمل فيها من 86 لسنة 1991. في المكان ده اللي احنا واقفين فيه هنا هو الأرضية دي، جه شباب اشتغلوا معانا، وكان واحد فيهم اسمه خالد في الأرض هنا هو، وكان واحد فيهم اسمه فادي، تتابعوا هما الاثنين. وكان ده مكان العمل ومكان النوم، فكانوا بيناموا هنا أيضا
قال يعني الشغل كان 24 ساعة معانا. بعد كده هو ربنا فتح علينا وأخذنا غرفة في الأعلى لما الأمور كبرت وأصبح أنها معروفين، وطلعنا أخذنا غرفة هنا هنشوفها دلوقتي علشان الشباب يتعلموا شيء واحد، الإمكانيات المادية مش كل شيء، وإنما الإصرار على تحقيق الفكرة والإصرار على بناء المؤسسة هو الأساس في العمل. فنشوف الغرفة الثانية اللي احنا خدناها سنة 86 87 او اخر 87 او اول 88 اللي هي هذه الغرفة. فاصبح عندنا غرفتين بعد كم سنة شغل، بعد اربع سنين شغل. وكان هنا المكتب موجود هنا هو، ولأول مرة في حياتنا اشترينا حاجة اسمها فاكس. عارفين الفاكس اللي هو دلوقتي اصبح من الناس ما بتستعملوش، كان الفاكس محطوط في الحتة دي، وكان الواحد بيبقى فرحان جدا والورق خارج من الفاكس هنا هو في الغرفة دي، وكل ما الفاكس يرن ويزمر نبقى احنا فرحانين نقول في ناس بتتصل بينا. كنا قبل كده بنبعت كل الأضاحي اللي احنا بنبعتها للعالم الخارجي عن طريق التلكس، لأن كان لازم نبعت اسم المتبرع مع كل أضحية. كان في شركة واحد من الهنود، الشباب الهنود اللي هم كانوا في شارع آخر، كان بياخد كل الأسماء دي مننا ويبعتها لباكستان، يبعتها لأفغانستان، يبعتها الملاوي، يبعتها الكذا 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 إلى آخره. فهنا كان في فاكس وهنا كان في طاولة، وأصبح المدير يجلس هنا هو والاستقبال يكون في الغرفة اللي في الدور اللي تحت. نرجع تاني عشان الإمكانيات اللي عم نتكلم عنها والشباب اللي متعور وعنده إحباط ويقول ما عنديش، هو عنده كل شيء لكنه مش قادر يقدر قيمة قيمته وقدرته وإمكانيته على الإبداع والعمل. الغرفة دي اللي انتوا شايفينها دي كان بيقعد فيها حوالي 30 أو 40 شاب. لما يكون في حملات لإنقاذ مجاعة معينة أو فيضان أو زلزال، زي زلزال إيران، زي فيضان بنجلاديش، زي فيضان السودان اللي بين 89 و91، كانوا بيقعدوا هنا هو لغاية الساعة 10 11 12 بالليل. كانوا دول شباب في مدارس ثانوية وشباب في الجامعة، وكنا بنقعد هنا نفتح الأظرف ونحط في الأظرف فيها الأوراق عشان نبعت الحملات البلدية لكل بريطانيا. كنا بنقعد غالبا 11 12 بالليل، وكان كل ما نعطي للشباب هؤلاء هو كيس البطاطس، ولو ربنا أكرمنا يبقى فيه نص صباع كفتة كده أو نص أو نص ورك فرخة إلى آخره. هكذا بدأنا فلذلك لكل الشباب اللي بيقول لك احنا عايزين امكانيات، احنا عايزين كمبيوترات، احنا عايزين مش عارف عربيات، احنا عايزين كذا احنا كذا، اقول لهم لا لا لا، احنا عايزين ايمان باننا نبدأ الفكرة ونصر على تحقيقها، والفكرة دي تنمو زي البذرة في الارض الصالحة، بس تنمو مع مين؟ مع من يؤمن بها. انها لن تنمو مع اسماء رنانة او مشهورة او مع شخصيات كبيرة وقوية الى اخره، لكن تنمو مع مؤمنين بهذه الفكرة يستطيعوا ان يبنوا مثل هذه المؤسسات بعد 20 او 30 سنة. ننزل تاني الغرفة اللي تحت، لان دي كانت غرفة جميلة جدا انا بحبها، لاول مكان احنا كنا بنقعد فيه. لماذا؟ لان احنا كنا بقعد فيها وقتي، كنت انا بقضي فيها وقت كتير جدا. كان الشباب هنا يعني كان دي المخ المحرك للإغاثة في عام 1984 85 86 87 88 89 الى اخره. فلذلك انا هكمل من تحت علشان عندي حنين للرجوع لهذه الغرفة، وزي ما الشعر بيقول ونمر على الديار وديار ليلى، وهذه هي ديار ليلى
بالنسبة لواحد زي حالاتي أنا اللي شاف ليلى هنا في الغرفة دي، ليلى اللي هي مين؟ اللي هي المؤسسة اللي كبرت. الغرفة دي كان الشباب بيشتغلوا فيها، ها متطوعين، ها لا ما كانش في وقت، كانش في وقت أبدا، متى تأتي، متى تخرج، متى تنام، متى تصحى، متى 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 متى. كان فعلا في منظومة حقيقية للتطوع في هذا المكان وفي هذا الزمان، في بلد يا أخوانا ما هيش مسلمة، في بلد يا أخوانا تنشر المسيحية في العالم، لكن المناخ السياسي والاجتماعي في البلد كان يسمح بأن يكون كل مواطن داخل هذه البلد يستطيع أن يبدع ويبني ويعلي إذا لم يصطدم بالقانون وإذا لم يعمل عمل يكون مخالف للقانون. فهي هذه الغرفة، كان المكتب بتاعنا هنا هو، أنا كنت باجي هنا كل يوم ثلاث أقعد ونفتح الجوابات، والشباب قاعدين هنا هو بيجمعوا كل حاجة. ومن أكثر المفارقات الجميلة عندنا هي إيه؟ هي أن أنا دخل عليها شاب باكستاني أيام الأضاحي قال أنا عايز أذبح بقرة، بقرة عندنا بالعربي اللي هي إيه؟ اللي هي بقرة، فقالوا اذبح، فقالوا اذبح بقرة اللي هي البقرة بتاعتنا اللي هي الكبيرة دي اللي فأخذت منه ثمن بقرة 245 جنيه. فرجع لأهله الشاب ده وعمل ايه؟ قالوا انت ذبحت بقرة 245 جنيه؟ قال لهم اه. قالوا دي غالية جدا، ارجع تاني، الراجل ده ضحك عليك، الراجل ده حرامي. فرجع لي تاني يوم او في نفس اليوم اعتقد، مش فاكر بالظبط، وقال لي البقرة غالية جدا. قلت له يا ابني انت مش قلت بقرة؟ قال لي اه بقرة. قلت له بقرة ب 245 جنيه؟ قال لي لا، ده وريني صورة كده. قلت له ده خروف، هم عندهم في باكستان البقرة اللي هي الخروف. فقلت له ده اسمه خروف يا ابني ما اسموش بقرة. فرجعت له بقية المبلغ اللي هو كان قصده ان يقول ايه خروف. كنا في الوقت ده من جمال العمل في هذا المكان ان احنا كان في ناس يقولنا، قلنا احنا عايزين نطلع اضحية باسم الرسول صلى الله عليه وسلم، اضحية لله سبحانه، يعني حاجات كتيرة جدا كده تعلمناها من الجالية. بل بالعكس، ان الجالية كانت تعتقد ان الاضحية دي تطلع مرة واحدة في العمر، مرة واحدة في العمر، والزكاة يعني اشياء كتيرة جدا. حسينا ان الجالية محتاجة لبعض المشاريع اللي تعلمها الدين وتعلمها ثقافة الدين وتعلمها مشاريع الدين. فبدأنا نعمل في حاجة اسمها مشروع احياء السنة النبوية، اللي هو صوم الاثنين والخميس، اللي هو صوم ثلاث ايام في البيض، اللي هو صوم عاشورة، اللي هو صوم الست ايام البيض، اللي هو صوم غير عاشورة في تاني عرفة، الى اخره الى اخره الى اخره. واللي هو كان يصوم اليوم ده يبدأ يتبرع بتمن الوجبة اللي كان حياكلها للإغاثة الإسلامية. هكذا بدأنا. وأهم حاجة في البداية هنا زي ما أنا قلت هو العمل مع الشباب، العمل مع الشباب وعدم انتمائك للون فاقع سياسي أو لون فاقع ديني أو لون فاقع اجتماعي، لأن ده هيفرق المجتمع من حواليك. إذا أنت استطعت أنك تجعل مؤسستك حيادية في كل مكان وفي كل زمان، سيجتمع حولك أبناء المجتمع وخاصة الشباب. واللي بنى الإغاثة منذ 35 سنة، في 84 و85 و86 و87 لغاية 92 و93 كانوا هم شباب المدارس الثانوي وشباب المدارس الإعدادي حتى وشباب الجامعات وشباب الجمعيات الإسلامية في كل جامعة من الجامعات. كل هؤلاء هم كان لهم فضل كبير 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 كبير، وما كانوش من جنس واحد، كان منهم الهنود والباكستانيين والماليزيين والعرب بكافة أطيافهم والأفارقة إلى آخره إلى آخره إلى آخره. فهذا المكان لكل شاب وشاب اليوم في العالم المحبط، العالم الذي يريدك أن تحبط ويقول لك أنت غير مبدع وأنت غير منتج وأنت غير صالح وأن دولتك فقيرة وشعبك فقير وبلدك فقيرة وكل الحاجات دي كلها. أنا أقول لهم من الصفر بدأنا فضل الله سبحانه وتعالى، وبعد 35 سنة أصبح لهذه البذرة ليس فقط ثمار في شجرة واحدة، لكن ثمار في أشجار متعددة مختلفة في أماكن مختلفة في قارات مختلفة. فأنت أيها الشاب وأنت أيتها الشابة، اعلموا إن آمنتم بفكرتكم وأصريتوا على تحقيقها
وراعيتوها وبذلت من أجلها، مش حتى الغالي، بذلت من أجلها الجهد والوقت، ستصلوا بفكرتكم إلى أحسن مما وصلنا إليه الآن. إلى أحسن مما وصلنا إليه الآن. لما كنا بنتكلم عن العمل كنا نفسنا في يوم من الأيام يكون دخلنا 50 مليون، ده بعد 10 سنين أصبح الوقت تضاعف الدخل. كان نفسنا في يوم من الأيام وإحنا بنركب الطيارات وبنقول عايزين نفتح مكاتب نعلم على كل مدينة في كل دولة في كل قرية نفتح فيها، واتفتحت كل هذه الدول. كان نفسنا العمل ينتشر ويبتدي يحقق ثماره ويحقق أهدافه ويغير فلسفة ومنهجية ثقافة العمل الإنساني الدولي وحدث. فأصبح كثير جدا من المحافل الدولية يكون فيها مؤسسات إسلامية ويكون فيها شخصيات إسلامية ويكون فيها ثقافات إسلامية ويكون فيها أفكار إسلامية ويكون فيها إبداعات إسلامية وعربية، وده مش عيب، احنا ما بنزيدش، لا نزيد أبدا. كما أن إخواننا المسيحيين واليهود وغيرهم لهم إبداعات، نحن أيضا لنا إبداعات. وحينما نلتقي بعد 35 سنة معكم مرة أخرى في هذه الغرفة سنتحدث عن إبداعكم أنتم في 35 سنة الثانية من إنشاء هذه المؤسسة أو من إنشاء العمل الإنساني في العالم كله خاصة الإسلامي. هنا بدأنا هنا هو ما كانش فيه جمعيات إسلامية خالص خيرية، جمعيات إسلامية خيرية خالص، كنا احنا أول جمعية بفضل الله سبحانه وتعالى. وبعد كده حاليا في بريطانيا فقط في أكتر من 100 جمعية إسلامية خيرية دولية. من 35 سنة كانش فيه إلا واحدة بس، تانية جت بعد كده مسلم إيد، التالتة جت بعد كده هي من أبيل، التالتة جت بعد كده مسلم هانز، إلى آخره إلى آخره إلى آخره. لكن حاليا بفضل البذرة اللي انتم ساعدتونا ان نضعها في الارض الخصبة اصبح هناك فقط من بريطانيا اكتر من 100 جمعية اسلامية خيرية دولية، فقط مش فقط واحدة او اتنين او تلاتة، بتتميز بانها في كل الاعراق فيها وفيها كل الثقافات وفيها كل الجنسيات وفيها كل الخلفيات السياسية والثقافية والمذهبية الى اخره. فنحتفل بكم ان شاء الله بعد 35 سنة 2054 نتقابل هنا مرة تانية يوم 17 يناير الساعة 1 الظهرية في هذا المكان. جزاكم الله خير، نراكم بإذن الله سبحانه وتعالى، والسلام عليكم ورحمة الله.